يلا خبيتها على الكذاب. تجيلي الفوق ديالها من الفوق هكا. السلام خوتي، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى والله تكونوا بخير. المهم اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غندير لكم فيديو صغير، غنوريكم غير على ود. كان شي وحدين كيسولوني كيفاش كتحل الجلده الا كانت مخبله بحال هكا. بحال هكا كتكون الجلده ديالها مخبله بحال هكا. هادي المهم هي، هادي راه كانت مخبله بحال هكا، كيكون مخبل. المهم اليوم فيديو غادي ندير لكم ان شاء الله كيفاش غادي تحل دوك التخابل ديال الدوم باش ترجع الجلده رطبه ورجع الصغر ديالها مكان. المهم غادي ندير لكم هاد الفيديو صغير، غير الا تشامل واحد كيطلبني تما في الكومونتير كيقول لي كيفاش دير ليها كيفاش دير ليها. اليوم راه ان شاء الله غندير لكم فيديو ونوريكم كلشي بالتفاصيل وكيفاش تحلها وكيفاش تحلها باسهل طريقه وما تخسرش الصغر فيها بزاف. المهم خليكم معايا. المهم هاي الجلده، المهم راه ما لقيتش لي صور ليا، داكشي غادي نصورها بوحدي. المهم راه غادي تبان شي حاجه. المهم نوريكم كيفاش كديري بشي بحال دابا. هادي كتجري على الفوق ديالها من الفوق هكا، من الفوق هكا، وكتحل شويه هكا صافي كتبقى تحل بحال هكا بحال هكا. هذا انا كطلع داني للفوق كتحل شويه هكا بحال هكا، كتحل بحال هكا وكتمشي هكا، كتطلع تاني بحال هكا الفوق بحال هكا كتحل من بحال هكا. واخا غيمشي ليكم شي هاد الزغب ولكن معليش، وكتمسح هكا هايا كتحل دابا تحلات هادي هايا. المهم كتبقى عليها بحال هكا كلها تا كتحل. هادي راه مخبلة كاملة وغنحلها دابا كاملة هايا. عطيني الخرا تا هي بحال هكا كتنشط هايا تحلات. المهم كتبقى عليها كاملة بحال هكا we
كل حليناها دابا غنشربها بأون. دابا كنلقى دوك الصغار شي وحدين صغار ما كيتحلوش أوني هو اللي كيكمل وكيحلو مزيان. صافي وكتمشط كتمشط مزيان عاوتاني صافي. المهم هي بعد ما غسلنا هاك خرجت دابا خصها غير تنشف مزيان وغادي تبان مزيان. وانا راح نحط هاد النشف مزيان ونوري عليكم بعد. هاد كاين اللي كيقول لي راه ما كتحليش داك التخابل وداكشي، راه ساهل بالعكس خصها تعطيهم غير الوقت شويه وراه غادي تحلوها هاكا تحلوها. اما تحلو دابا وساهل دغيا ما كتعطي حتى نص ساعه ديال الوقت غادي تحلوها تحلو. المهم بعد ما غسلنا ونشف مزيان ها هو كيولى هو تحيد من هذا التخبو ليا هاد برا ولادي ديك هو أولا دابا رطب كيما هو المهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الفيديو الجاي راه غادي ندير لكم كيفاش تحافظوا على الجلده زعما الى سالي العيد كيفاش تحافظوا عليها. باش الاغلبيه ما كيعرفش كيفاش يحافظ على اللبسه ديالو ملي كيسالي العيد وما نقدرش ندير لكم انا الفيديو مورا العيد. المهم غنشوف نقدر ندير لكم شي واحد اخر. المهم غندير لكم مورا هذا الفيديو ان شاء الله غندير لكم الفيديو ديال كيفاش تحافظ على الجلده ديالك على اللبسه ديالك كامله تخليها العام الجاي كيفاش دير ليها وغنوريكم كل التفاصيل كيفاش دير ليها.